اتفضل يا باشا. السلام عليكم، معاكم مهندس خالد صقر من كورس الفورتي جيت فاير وول. طبعا النهارده جايين نقدم لكم الكورس بتاعنا ومحتوى الكورس والسيكونس بتاعنا هيبقى عباره عن ايه، لان في ناس كتير في الفتره اللي فاتت سالتني الكورس عباره عن ايه وايه المحتوى بتاع الكورس وانت بتشرح فيرجن كام والكلام ده كله. طبعا ان شاء الله مش هنتكلم كلام كتير في تفاصيل كتير، يعني احنا بس هندي نبذه بسيطه او هنت كده عن كل موضوع بحيث ان انت تبقى عارف الكورس عباره عن ايه وايه اللي انت المفروض هتاخده في الكورس بتاعي. طبعا احنا بنقدم كورس الفورتيجيت فاير وول بجانب ان شاء الله هيبقى معانا المهندس ان شاء الله زميلي هيشرح لكم اف 5 باذن الله، بحيث ان انتوا يكون عندكم معلومات كتير عن السايبر سيكيورتي بالنسبه للناس اللي حابه تخش في مجال السايبر سيكيورتي. وزي ما اتفقنا قبل كده يا شباب ان السايبر سيكيورتي هو عباره عن كذا مجال، مش حاجه واحده بس، يعني في السايبر ديفنس وفي البنتريشن تيستينج والاناليسيس. احنا بنخش في اول تراك اللي هو السايبر ديفنس، انت هتبقى الدفاع بتاع النتورك، انت اللي بتحاول تامن النتورك بتاعتك من الاختراقات والهجمات والفيروسات اللي جايلك من بره والكلام ده كله، بحيث ان انت بتحاول تقدم تكنولوجي او ابلاينس في الشركه عندك ان هي تحاول تقلل المخاطر اللي عندك في الشبكه، زي مثلا ان انت تجيب اي بي اس ويبقى عندك فاير وول ويبقى عندك انتي فايروس للاند بوينت ديفايس اللي عندك والكلام ده كله. فزي ما اتفقتم زي ما احنا متفقين ان احنا ان شاء الله هنوضح لكم الكورس بتاعنا هيبقى عباره عن ايه، بس انا حابب اديكم نبذه بسيطه عني. انا اسمي خالد صقر، محاضر شبكات وامن معلومات، بدي كورسات من 2016، شغال في شركه في مصر، شركه كبيره اي اس بي، اديت لاكثر من جروب في كورس الفورتيجيت فاير وول، اشتغلت في اكثر من مكان كان من ضمنهم هيلبر فور تريننج. ان شاء الله هنوضح الكونتنت بتاع الكورس زي ما اتفقنا، بس طبعا في البدايه كده عايز اديك نبذه بسيطه عن فورتينيت او ليه احنا هنشرح الفورتيجيت، اشمعنى الفورتيجيت من ضمن الفاير وول الاخرى هو اللي اخترناه. فده هيخلينا الاول نعرف فورتينيت هيستوري، التاريخ بتاع فورتينيت ايه هو او ايه هي شركه فورتينيت وايه الحاجات اللي بتقدمها شركه فورتينيت والكلام ده كله. فاحنا لو جينا هنا على جوجل كتبنا فورتينيت هيستوري، وريني كده الهيستوري بتاع فورتينيت، ايه الشركه ديت مقرها فين وموجوده فين وبتبيع ايه والكلام ده كله. فبيقول لك ان فورتينيت is an American multinational corporation، او ان هي عباره عن شركه مالتي ناشونال موجوده في كاليفورنيا في الولايات المتحده، بتطور وبتبيع منتجات السايبر سيكيورتي. يبقى هنا الناس اللي حابه تخش مجال السايبر سيكيورتي هي طبعا اللي هتكون مهتمه بالفاير وول والحاجات اللي هي بتقدم السوليوشن بتاعت السكيورتي والكلام ده كله من ضمنها الفاير وول. فشركه فورتينيت كان اول منتج عملته هو كان الفاير وول. طبعا قدمت منتجات اخرى زي الانتي فايروس سوفت وير والاي بي اس اللي هو الانتروجن بريفنشن سيستم اند اند بوينت سكيورتي كنترول او اند بوينت سكيورتي كونسبتس زي الانتي فايروس والاي دي ار والكلام ده كله. فالشركه ديت اتوجدت سنه 2000 من خلال او اللي اسسوا الشركه دي الاخوين كينزي ومايكل زي، دول الاثنين اللي هو اللي هم اسسوا شركه فورتينيت والكلام ده كله. طبعا قدموا منتجات كتير، يعني لو جيت هنا في البرودكتس اللي هم عملوها، عملوا حاجه اسمها فورت انالايزر وفورت مانجر وفورت كلاينت وفورت ساند بوكس وفورت سيم وهكذا. بس اول منتج عملته الشركه كان هو مين؟ الفورتيجيت، اللي هو الفورتيجيت فاير وول، الكورس اللي احنا هنقدمه لحضرتك. بعد كده الشركه حجم مبيعاتها قعد يزيد وقعدت تطور في المنتجات بتاعتها وقدمت وايرلس اكسس بوينت، بس طبعا خاصه بفورتينيت بس، بحيث ان انت تقدر تكنترول الاكسس بوينت دي من خلال الفورتيجيت فاير وول وتمانج الاكسس بوينت، وكذلك برضو قدمت سويتشات وحاجات كتير زي ما انتم شايفين. طيب كده احنا عرفنا الشركة دي موجودة فين وبتعمل ايه وبتبيع ايه. طيب ده كان نبذة بسيطة كده عن فورتينيت. ايه هي بقى التريننج والاكزام اللي بتقدمها شركة فورتينيت؟ ده هيخلينا ان احنا نروح على اللينك الثاني اللي هو training.fortinet.com. طبعا شركة فورتينيت
عندها 8 شهادات، في حاجات فري وفي حاجات طبعا مدفوعه الاجر او بفلوس. عندك 8 شهادات زي ما اتفقنا من اول ان اس اي 1 لحد ان اس اي 8. ان اس اي 1 وان اس اي 2 دول شهادتين فري، بحيث ان اي حد حابب يخش في اي حاجه تبع فورتنت، فورتنت بتقول لك انا هديك شهادتين مجاني من عندي، تمام، بحيث ان انت تبقى من المجتمع بتاع فورتنت. حتى انت لو دخلت على ان اس اي 1 وخدت الشهاده بتاعت ان اس اي 1 و2 هتلاقي ان هو كاتب لك انت كده اسوشيت نتورك سكيورتي اسوشيت، انت كده من المجتمع بتاع مين؟ فورتنت. ان اس اي 3 هي برضو فري ولكن مش ليك، هي فري للناس البارتنر اللي موجودين تبع فورتنت او الناس الموظفين عند شركه فورتنت. بدايه من ان اس اي 4 لحد ان اس اي 8 دول طبعا تقدر تشتري الامتحان ب $400 من اول ان اس اي 4، ده خاص بالفورتجيت فاير وول، يعني الناس اللي عايزه تكون بروفيشنال في الفورتجيت وتسرتف الشهاده بتاعت الفورتجيت طبعا لازم تاخد الان اس اي 4. اما ان اس اي 5 يعني لو دخلت على ان اس اي 5 هتلاقي هنا بقى في حاجات كتير سوليوشن غير الفورتجيت فاير وول، يعني زي الفورتي سيم والفورتي انالايزر والفورتي مانجر والفورتي اي ام اس كذا ابلاينس، يعني كل ابلاينس من دول ليه مهمه غير الثاني. يعني الفورتي مانجر انت مثلا لو عندك فورتي جيت في فرع كايرو وفورتي جيت في فرع اليكس وفورتي جيت مش عارف فرع ايه، وعندك اكتر من فورتي جيت في اكتر من مكان، تقدر تجيب حاجه اسمها فورتي مانجر، فورتي مانجر تمانج كل البوكسات اللي عندك دي من مانجمنت سنتر واحد او من مكان واحد. طبعا لو انت بقى عندك طول بال ان انت تخش على البوكس ده او على كل بوكس على حده، يبقى مش لازم تجيب الفورتي مانجر. الفورتي انالايزر وده يعتبر العيب الوحيد اللي في فورتي جيت، ان هو ما بيقدرش يسجل لوجز لمده طويله. يعني مثلا لو جه رئيس مجلس الاداره او المانجر بتاع الاي تي مانجر يعني او الهيد اوف اي تي طلب مني ريبورت وقال لي انا عايز مثلا تقرير من شهر فات للحاجات اللي هي خاصه مثلا بالموظفين اللي طلعوا على الانترنت، او مثلا الحاجات بتاعت الانتي فيروس اللي مسكها الانتي فيروس ومش عارف ايه، طبعا مش تقدر تجيب الكلام ده. ليه؟ لان في ليميت معين على الفورتي جيت ان هو بيسجل اللوجز بتاعتك تقريبا لحد 24 ساعه بس. طيب انا لو عايز بقى اسجل لمده طويله يبقى كده هتحتاج تشتري بوكس تاني غير الفورتي جيت اسمه فورتي انالايزر. يبقى الفورتي انالايزر ده دوره ان هو يسجل لي ريبورت لفتره طويله. وسوفس بتتميز عن الفورتي في الحته دي، سوفس كويسه جدا في الحته بتاعت اللوجز والكلام ده كله. في عندك فورتي سيم، ده سيم سوليوشن علشان يجيب لوجز من كل النتورك ديفايس اللي عندك في الشركه. طبعا الناس اللي حابه بقى تخش في التراك بتاع السوك والكلام ده كله، السكيورتي اوبريشن سنتر والحاجات بتاعت السوك، طبعا لازم يدرس بقى الفورتي سيم. في حاجات كتير طبعا سوليوشن كتير للسيم، زي مثلا حاجات تبع اتش بي، وفي حاجات زي كيو رادار وبتاع اتش بي اسمه ارك سايت، في حاجات طبعا كتير جدا سوليوشن كتير جدا. طيب احنا كل اللي يهمنا اللي هو ال NSE 4 ده الخاص بالفورتجيت فاير وول. طيب احنا هنا يا شباب عندنا التريننج والاكزام خلاص خدنا باك جراوند عنها، بس عايزين نعرف بقى ال NSE 4 هنتكلم عليها في ايه. طبعا في قبل ما نخش في ال NSE 4 المفروض في مفاهيم عن السكيورتي لازم حضرتك يبقى عندك باك جراوند عنها، او على الاقل تبقى عارف المصطلحات بتاعه التهديدات الامنيه او الحاجات الاساسيه في مجال السكيورتي، لان مش هينفع حضرتك تكون راجل سكيورتي انجينير وانت ما عندكش باك جراوند عن الحاجات دي. يعني مثلا تبقى عارف على الاقل ايه هي الانواع بتاعه الاتاكس وايه هي الهاكينج، يعني ايه هاكينج اصلا، مصطلح هاكينج ده بيشير لايه وبيعمل ايه، وايه هي المصطلحات اللي هنسمع عنها كتير في الفتره اللي جايه، زي يعني ايه فولنربيلتي، يعني ايه اكسبلويت، يعني ايه زيرو دي اتاك، يعني ايه ثريت. فالكلام ده كله هبتدي اديك نبذه بسيطه عنه كده، وناخد انواع الاتاك زي الدوس والدي دوس والسبوفنج اتاك والسوشيال انجينيرنج اتاك والفيشنج اتاك والكلام ده كله. بس طبعا علشان مده الفيديو ما تبقاش كبيره فانت مش محتاج ان انا اقول لك الكلام ده دلوقتي، انا كل اللي يهمني ان انا اقول لك الكونتنت بتاع الـ NSE 4 اللي انا هقدمه لحضرتك عباره عن ايه.
طبعا احنا عندنا كتابين اللي هو الفورتيجيت سكيورتي والفورتيجيت انفراستراكشر. بالنسبه للفورتيجيت سكيورتي طبعا عندنا 12 محاضره ال 12 سيشن، وبالنسبه للفورتيجيت انفراستراكشر في عندي 7 محاضرات او 7 سيشنز. بالنسبه للكتاب الاولاني اللي هو الفورتيجيت سكيورتي، هنبتدي نعرف البيزك كونفيجريشن على الفورتيجيت اللي هو اول ما حضرتك بتجيب البوكس بتاعك وتخرجه من الكرتونه، ايه الاعدادات الاساسيه اللي المفروض اعملها، ايه الحاجات اللي المفروض اعملها على البوكس، ازاي نقدر نطلع الفورتيجيت ذات نفسه على الانترنت علشان ياخد الابديت بتاعه من الاف دي ام الفورتيجارد ديستريبيوشن نتورك. في عندي السكيورتي فابريك، ودي مهمه جدا هنتكلم عليها مع السنجل ساين اون ان شاء الله بالتفصيل والكلام ده كله. الفاير وول بوليسي، ازاي نعمل الاو او ديناي لليوزرز اللي عندي داخل الشركه، الموظف ده مسموح له ان هو يطلع على الفيسبوك يروح يكلم الفيسبوك او يطلع على الانترنت عموما ولا مش مسموح له، ده في ناس مسموح لها ان هي تعدي، في ناس مش مسموح لها، الكلام ده كله. فالفاير وول بوليسي ده بيعرفني ازاي اسمح وامنع اليوزرز اللي عندي في الشركه او لو اي حد جايني من بره. النات طبعا احنا خدنا في السي ان اي عرفنا ان النات عباره عن سورس نات وديستنيشن نات وبات والكلام ده كله. هنا في الفورتيجيت فاير وول في عندي انواع من النات، في السورس نات طبعا، في عندك ان انت تخرجه بالاوت جوينج انترفيس او ان انت تعمل بول، ده السورس نات. الديستنيشن نات ان انت عايز مثلا تبلش سيرفر على الانترنت. اما البات طبعا ده برضو من ضمن الانواع بتاعه السورس نت، فعشان كده هو مخلين البات مع السورس نت. لكن احنا هنا في الفورتيجيت في عندنا حاجه اسمها سنترال نت. سنترال نت، ثواني يا شباب. فانت هنا عندك في النت بقى على الفورتيجيت في حاجه اسمها سنترال نت. السنترال نت هو السورس نت، بس ما ينفعش اشتغل الاثنين مع بعض، انت بتشتغل يا اما سورس نت يا اما سنترال نت. تمام؟ بعد كده هنتكلم في الاوزنتيكيشن، الفاير وول اوزنتيكيشن، وده هيبقى درس مهم جدا جدا جدا، لان انت عندك الاوزنتيكيشن ده ما ينفعش ان انت تستغنى عنه، بحيث ان انت عايز كل الناس اللي تطلع على الانترنت او الناس اللي هتعدي من الفاير وول تكون هي دي الناس اللي هي ليها الحق ان هي تعدي وتكلم اي حد بقى سواء على الانترنت او اي حد في فرع تاني او اي حد في اي حته. ليه؟ لان انت متاكد ان الراجل ده اوثرايزد، فانت عندك اكتر من طريقه في الفاير وول اوثنتيكيشن هنشوفهم مع بعض في الكورس بتاعنا. بعد كده اللوجينج والمونيتورنج، ده يبقى من اهم الدروس، لان انت لازم تتعلم اللوجز بتاعه الفورتيجيت، تعرف ازاي تجيب لوجات معينه او تمنتر على حد معين لو هو عنده ايشو في حاجه معينه مش عارف يوصل مثلا لديستنيشن معين، قال لك ان هو بيروح يكلم الويب سايت الفلاني بس ما بيقدرش يوصل له، فانت عايز تهد او تمنتر على الراجل ده عشان تشوف الراجل ده بيهد في اني بوليسي، هل هو بيهد في الامبليسيت بوليسي اللي هي الديناي اني اني، ولا بيعدي من بوليسي ثانيه، ولا من ايه بالظبط. فاللوجنج والمونيتورنج كلام مهم جدا 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 هنشوفه مع بعض في الكورس بتاعنا. في عندنا برضو السيرتيفيكت اوبريشن، العمليات بتاعه السيرتيفيكت دي مهمه جدا جدا برضو، هنتكلم في حاجه مهمه زي الديب انسبكشن. وعلى سبيل المثال في عندك مثلا برامج اللي هي بتبايباس الفاير وول زي الفي بي ان مثلا بتاع سايفون مثلا، الابلكيشن بتاع سايفون او التور. في ناس عندك في الشركه انت قافل عليها حاجات معينه زي اليوتيوب والكلام ده كله، طبعا الناس عشان تعدي من الحاجات دي وتفتح اليوتيوب بتنزل البرامج او الابلكيشن اللي انا بقول لك عليها دي، البرامج دي بتقدر تباي باس الفاير وول وتعدي للويب سايت اللي هو عايز يروح له اللي كان مقفول عليه، لان الابلكيشن ده بيشتغل على بورتات اتش تي تي بي واتش تي تي بي اس والكلام ده كله، فبيقدر يعدي عادي. طبعا لما تيجي تنفذ الديب انسبكشن لا انت بتقفل عليه الكلام ده كله، وطبعا الناس اللي هي مش نازل عندها السيرتيفيكت بتاعت الديب انسبكشن على الجهاز، الناس دي مش تقدر تطلع تكلم اي حد، لكن الناس اللي نازل عندها السيرتيفيكت الناس دي كده اوثرايزد بالنسبه لنا، فالناس دي انا فاهم الفورتيجيت، عدي الراجل ده لان الراجل ده نازل عنده السيرتيفيكت. طبعا بعد كده هنتكلم في السكيورتي كنترول، ودي حاجه مهمه جدا زي الانتي فايروس والويب فلتر والابلكيشن كنترول والاي بي اس. طبعا السكيورتي كنترول دي ليها لايسنس، تمام، ولازم حضرتك علشان تحصل على الابديت بتاع اللايسنس من الاف دي ان زي ما اتفقنا، لازم الفورتيجيت بتاعك يبقى قادر يطلع على الانترنت،
مش المكنه بتاعتك او اللابتوب بتاعك هو اللي طلع على الانترنت، لا البوكس نفسه اللي قادر يطلع على الانترنت عشان ياخد الابديت بتاعه من الاف دي ان اللي هو الفورتي جارد ديستريبيوشن نتورك. والانتي فايروس ده يا شباب دي فيتشر موجوده على الفورتي جيت غير الانتي فايروس اللي نازل على الجهاز عندك. انت اللي نازل عندك ده انتي فايروس للاند بوينت مثلا كاسباريسكي او تريند مايكرو او اي حاجه مثلا من الانواع بتاعه الانتي فايروس اللي انت بتستخدمها على جهازك. دي حاجات او سيمانتيك مثلا، دي حاجات خاصه ان هي يعني نازله على جهازك عشان تحمي جهازك لو في مثلا كراك معين انت مثلا بتعمله بتاع يمسكه لك مش عارف ايه. لا ده ملوش علاقه بالفيتشر اللي موجوده على الفورتي جيت. فالانتي فايروس ده عباره عن فيتشر ليها لايسنس دورها ان انت مثلا لو جيت تعمل فايل داونلود لفايل معين على الانترنت، هو بيعمل سكان على الفايل ده ويشوف هو الراجل ده موجود ضمن السيجنتشر داتابيز السيجنتشر بتاعتنا بتاعت الانتي فايروس ولا لا. والله لو كان مصنف من ضمن الحاجات اللي موجوده عندنا في البلاك ليست فالراجل ده هيتعمل له بلوك من خلال ان هو بيعمل سيرش انجن محركات بحث كده بيعملها وبيشوف الراجل ده فعلا ماليشيا سوفت وير اللي هو مثلا احد انواع البرمجات الخبيثه زي الفيروس والكلام ده كله، لو اكتشف ان هو مصنف من الحاجات دي هيعمل له بلوك. ده بالنسبه للانتي فيروس. طب الويب فلتر، الويب فلتر انت هنا بتفلتر الكونتنت بتاع الويب. يعني مثلا انت بتروح تكلم مثلا الويب بتاع الفيسبوك دوت كوم، تمام؟ انت هنا ممكن تكنترول الويب من خلال ان انت مثلا تعمل له بلوك باليو ار ال او الكاتيجوري، او مثلا تحدد لهم كوتا معينه، او مثلا تعمل كنترول على قناه معينه تقول انا عايز الناس اللي تخش على اليوتيوب ما تفتحش مثلا قناه معينه، الناس اللي هي بتعمل حاجه بتخش على الفيسبوك ما تخشش على اليو ار ال ده. فانت هنا بتكنترول الويب من خلال ان انت بتفلتر الويب من خلال اليو ار ال، اليو ار ال فلترنج. اما بالنسبه للابلكيشن كنترول، انت هنا بتكنترول الابلكيشن بعينه، بتتحكم في ابلكيشن بعينه. يعني مثلا انت عندك الموظفين مثلا بتوع التيلي سيلز في الشركه اللي هم مسؤولين مثلا عن بيع العربيات، هم من حقهم ان هم يفتحوا الفيسبوك، ولكن مش من حقهم ان هم يتفرجوا على الفيديوهات اللي موجوده على الفيسبوك لان ده ستريمينج وممكن الكوتا بتاعتنا تخلص والكلام ده كله. نفترض لو الشركه بتاعتك صغيره وعندك اي دي اس ال والكلام ده كله. طيب انا عايز اقفل عليهم الفيديوهات اللي هي موجوده على الفيسبوك ولكن اسيب لهم الفيسبوك نفسه شغال. انت هنا هتكنترول الابليكيشن نفسه. يعني ايه؟ يعني الراجل ده لو هيرفع مثلا صوره، هيعمل مثلا داونلود او ابلود لحاجه على الفيسبوك عادي، يعني مسموح له. لكن اي فيديو على الفيسبوك لا مش مسموح له، يجي يفتح اي فيديو مش هيشتغل معاه. فانا عايز اكنترول الحته دي. فانت تقدر تعمل الكلام ده من الابليكيشن كنترول، ان انت عايز تقول له مثلا اي فيديو على الفيسبوك او الفيديو اوديو بتاع الفيسبوك انا هعمل له بلوك، لكن مثلا يقدر يعمل لايك وكومنت او اي حاجه تانية عادي. طبعا تقدر كمان تحدد حاجه معينه ان هو ما يقدرش يرفع صوره، ما يقدرش يعمل كومنت، ما يقدرش يعمل لايك حتى، يعني تقدر تمنعه ان هو يعمل حاجه معينه. فاللي بيقدر يعمل الكلام ده هو الابلكيشن كنترول. يبقى الفرق بين الابلكيشن كنترول والويب فلتر، انت الويب فلتر كنت بتتحكم في الكونتنت بتاع الويب، لكن الابلكيشن كنترول انت هنا بتكنترول او بتتحكم في الابلكيشن نفسه. بعد كده هنتكلم في الاي بي اس والدوس او الدينايل اوف سيرفيس. الاي بي اس هو الانتروجن بريفنشن سيستم، وده يعتبر سكند لاير سكيورتي بعد الفاير وول. الاي بي اس ده سؤال بيجي دايما في الانترفيو بيقول لك واتس ذا ديفرنس بتوين الاي بي اس والانتي فايروس. هو الانتي فايروس برضو كان بيعمل سكان على الحاجات اللي هي فيها فيروس الكلام ده كله، بس انا قلت لك بيعمل سكان لو انت بتعمل داونلود لفايل معين على الانترنت. طب الاي بي اس لا، هنا الاي بي اس بيعمل سكان على الباكت كلها، تمام؟ وهنا الاي بي اس اكتف. خلي بالك كان في حاجه زمان اسمها اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم. الاي دي اس اللي هو الانتروجن ديتكشن ده كان دوره ان هو يديتكت فقط وبيعت لك اليرت يقول لك ان كان في حاجه عندك في الحته الفلانيه والكلام ده كله، لكن مش اكتف، يعني مش بياخد اكشن. لكن الاي بي اس اكتف وبيقدر ياخد اكشن. الدينايل اوف سيرفيس ده ان انت مثلا عندك حاجه زي الدوس اتاك، ان انت لو حد بيعمل عليك بينج اوف ديث
وبيبعت لك طلب من البنج مثلا 5000 في الثانيه او 5000 ملي سكند. ده معناه ان هو ممكن يبعت لك حجم كبير من الباكت بتاعت البنج. احنا عارفين طبعا الحجم الطبيعي بتاع البنج 32 بايت. لا، انا هزود الحجم بتاع البنج، مثلا انا ابعت لك 5000 ملي سكند. فانت لو جاي لك، لو عامل لك مثلا بنج تشتيت اللي هو يبنج عليك باستمرار بطلب كبير من البنج، ممكن يوقع عني، يوقع الخدمه اللي موجوده على السيرفر ده، او يوقع مثلا حاجه معينه عندي، والكلام ده كله يخليها مش شغاله لفتره معينه. هو دور الدوس اتاك ان هو يعمل حجب للخدمه. طب انا عايز بقى اتحكم او كنترول الحته دي. طبعا تقدر تتحكم فيها من خلال الفاير وول، ان انت في عندك التوست بوليسي تقدر تتحكم فيها، تقول مثلا الحاجات اللي هي لو جاي لي باكت ازيد مثلا من 1000 اعمل لها دروب، اقل من كده اعمل لها اللي هو عادي. طبعا هنا في ديفايس او بوكسات مخصصه للكلام ده، اللي هو دي دوس ميتيجيشن، بتكنترول الكلام ده بشكل اكبر بكتير طبعا من الفورتي جيت. بس هنا في شركه فورتي نت بتقول لك ان هي بتقدر تعمل كل حاجه. يعني انت عندك البوكس بتاعك شغال عليه سكيورتي كنترول وعليه دي دوس ميتيجيتنج بس مش على شكل كبير يعني، وعليه سيرتيفيكت اوبريشن، وعليه تقدر تعمل عليه نات، وعليه برضو في بي ان. فهنتكلم لسه على الاس ال في بي ان. فانت البوكس بتاعك تقدر تعمل عليه كل حاجه، تمام؟ تقدر تعمل عليه راوتنج كمان. يعني لو جينا هنا في الفورتجيت انفراستراكشر بنتكلم في الراوتنج، فانت تقدر تعمل راوتنج بروتوكول، يعني تستغنى عن الراوتر اصلا. بس هل يا باشمهندس ده هيبقى هيؤدي نفس خدمات الراوتر او هيكون بقوه الراوتر؟ طبعا لا، لان شغل الراوتر اصلا ان هو يروت الباكت، ان هو يوجه الباكت. انا عايز شبكه 10 تروح تكلم شبكه 20 من الناحيه الثانيه، فده هيكون من خلال الراوتر. طب انا لو عندي بقى شبكه كبيره ومش عارف ايه، ينفع اعمله على الفورتي جيت؟ هتعمله عادي، بس مش هيبقى ايه يعني، هتحس ان انت في الدنيا عندك في ترافيك وزحمه، والدنيا انت الفورتي جيت بتاعك بيعمل كل حاجه، مشغل عليه فيتشرز كتير، في بي ان وسكيورتي كنترول ونات، وبيعمل كل حاجه حرفيا. فانت لما تيجي كمان تعمل عليه راوتنج، فانت كده بتزود البرفورمانس بتاعه، تمام؟ فيفضل ان انت لو الشبكه عندك كبيره، يفضل ان انت تجيب راوترات بتبقى مخصصه للراوتنج، والفاير وول بتاعك ان هو يبقى زي مثلا ايه، البوابه بتاعتك اللي هي هتسمح للناس ان هي تطلع بره، او مثلا هتعمل معنا عليه بقى في بي ان، او وتشغل عليه سكيورتي كنترول والكلام ده كله. طيب بعد كده هنتكلم في الاس ال في بي ان. الاس ال في بي ان ده انت هنا بتتكلم في ان انت مثلا لو عندك الموظفين بتوعك هيشتغلوا من البيت، فانت عايز الناس اللي شغاله من البيت دي تاكسس الحاجات اللي عندك في الشركه، بحيث ان هم اكنهم موجودين في الشركه بالظبط. فهنا هنتكلم على حاجه اسمها فورتي كلاينت، تمام؟ ان انت بتخش ريموتلي من خلال الفي بي ان، فهنا بتعمل اس ال في بي ان. والمشكله في الفورتي جيت ان هو ما بيقدرش يعمل سايد تو سايد في بي ان من خلال الاس ال. يعني شركه فورتي نت مش موفره ده في الفورتي جيت، تمام؟ يعني الاس ال في بي ان ده لو انت هتخش ريموتلي من بره، لو انت معاك بقى الموبايل بتاعك عايز تخش مثلا على حاجات معينه، او معاك مثلا الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك عايز تخش تاكسس الحاجات اللي موجوده في الشركه، فانت هنا بتعمل اس ال في بي ان. طيب الاي بي سيك، الاي بي سيك هنا هنتكلم على السايت تو سايت. يعني لو انت عندك فرع كايرو وفرع اليكس، عايز تربط الفرعين دول ببعض، بدل ما تعمل مثلا تروح للانترنت سيرفيس بروفايدر وتعمل مثلا تشتري او تشترك على الام بي ال اس بحيث ان انت تربط الفرعين دول ببعض، لا، انت من خلال الاي بي سيك تقدر تربط الفرعين دول ببعض، ان انت بتعمل سايت تو سايت في بي ان. الاس دي وان ده مهم جدا جدا، وده في كلام كتير جدا هنتكلم ان شاء الله فيه، ان انت بيبقى عندك كذا حاجه في الاس دي وان. في عندك ان انت تقدر تعمل لود بالانس لو عندك اكتر من خط انترنت، مثلا لو خط تبع اورنج وخط تبع تي اي داتا، عايز تخلي الناس اللي عندك وهي طالعه على الانترنت تطلع من الاثنين، بحيث لما واحد يقع عادي التاني شغال، والناس مش ما فيش مشاكل معاهم، ما حدش حاسس باي حاجه، تمام؟ في عندك حاجه اسمها بيرفورمانس اس ال اي، ان انت بتشوف كفاءه الخط بتاع الانترنت او خطوط الانترنت اللي عندك، مين افضل خط فيهم، بتاع اورنج ولا بتاع تي داتا، مين الخط اللي يبقى شغال معايا كويس وهيبقى ستيبل اكتر في الفويس، بحيث ان الناس
اه لا بتوع الكول سنتر مثلا لما يجي لهم مكالمه الصوت يبقى كويس مش عارف ايه. اه فانت بتقيس الكلام ده بناء على حاجه اسمها جيتر ولاتنسي والباكيت لوس من خلال البرفورمانس اس ال اي. برضه من ضمن الاس دي وان في حاجه اسمها اس دي وان رول، ان انت بتعمل رول مثلا تقول الناس اللي هتطلع على اليوتيوب تعدي من الخط بتاع اورنج، الناس اللي هتطلع على الفيسبوك تعدي من الخط بتاع تي داتا وهكذا. فانت بتتحكم في الكلام ده من الاس دي وان رول. طبعا الاس دي وان موضوع مهم جدا جدا جدا، وكان في شركات كبيره كانت طالبه ناس متخصصه في الاس دي وان فقط. تمام؟ فطبعا الاس دي وان مهم جدا يعني. لايف سيك خدنا باك جراوند عنه، مش محتاجين ان احنا نتكلم فيه. طبعا في كلام كتير عن الاي بي سيك، البروتوكولات بتاعت الاي بي سيك. الاي بي سيك ده مش بروتوكول واحد، هو مالتيبل بروتوكول شغالين مع بعض. بعد كده هنتكلم في الفورتينيت سنجل ساين اون او الاس اس او، ان انت بتعمل انتجريشن بين الاكتيف دايركتوري والفورتجيت بحيث ان انت تفهم الاكتيف دايركتوري مين هو الفورتجيت، او بتفهم الفورتجيت مين هو الاكتيف دايركتوري، بحيث ان انت عايز تقول يا فورتجيت كل الناس اللي هي موجوده على الاكتيف دايركتوري الناس دي تبقى اوثرايزد بالنسبه لنا. بدل ما انت تعمل مثلا من ضمن الحاجات بتاعت الاوثنتيكيشن هنتكلم في حاجه اسمها اكتيف اوثنتيكيشن، ان هو بيحتاج تدخل من اليوزر. يعني اليوزر لما يخش على الانترنت يطلب منه يوزر نيم وباسورد، طبعا دي هتبقى مشكله بالنسبه لي. ليه؟ كل ما اليوزر يفتح الانترنت هيطلب منه يوزر نيم وباسورد، طبعا هيسبب لي مشاكل. طب انا عايز الناس دي تبقى اوثرايزد وفي نفس الوقت مش حاسين ان هم اوثرايزد، يعني مش محتاج تدخل من اليوزر. اه فانت هنا هتعمل سنجل ساين اون. تمام؟ بحيث الناس اللي قادره تطلع على الانترنت هي دي الناس فعلا، او الناس اللي عايزه تطلع على الانترنت هي دي الناس الاوثرايزد بالنسبه لنا. تمام؟ فانت هنا في السنجل ساين اون تعمل انتجريشن بين الاكتيف دايركتوري وبين الفورتجيت بحيث ان انت تفهم الفورتجيت مين هو الاكتيف دايركتوري، وبعدين تعمل البولس بتاعتك اللي هتقلقه بقى الناس الاس او جروب اللي انت عامله، سواء بقى ال داب او ريديوس سيرفر او اي حاجه بقى انت عاملها من الاوثنتيكيشن عندك. بعد كده هنتكلم في الهاي افيلابيلتي. طبعا الهاي افيلابيلتي من اهم الدروس اللي ممكن نشوفها، وطبعا الهاي افيلابيلتي مش بس موجوده على الفورتيجيت او على الفاير وول، لا ده على اي ابلاينس ممكن تعمله، على السويتشات، على الراوترات، على اي حاجه عندك، على سيرفرات، بحيث ان انت لو سيرفر وقع، لو انت كنت عامل مثلا ببلش ويب سايت على الانترنت فالويب سايت ده كل الناس بتخش عليه من بره. طبعا لو الويب سايت ده وقع عشان السيرفر ده فيه مشكله كده الناس دي مش تقدر تخش على الويب سايت ده، فبالنسبه لي انا كده خسرت. يعني نفترض مثلا ان انت شركه بتبيع حاجه والحاجه دي المفروض ان هي تبقى متوفره 24 ساعه، فانت عندك السيرفر ده وقع، فهل كان ليه سيرفر بديل؟ لا ملوش، فانت كده بالنسبه لك حصل لك خسائر كتير جدا جدا جدا. فهنا بنتكلم عن الهاي افيلابيلتي. الهاي افيلابيلتي على الفورتيجيت في عندي نوعين، يا اما اكتف اكتف يا اما اكتف وباسيف. ان انت اكتف اكتف انت مخلي اتنين فورتيجيت شغالين مع بعض، لكن الاكتف باسيف انت عندك واحد شغال والتاني ستاند باي ليه، اول ما الاكتف يقع التاني هيمسك مكانه. تمام؟ الويب بروكسي ده زي فورورد بروكسي. طبعا في ابلاينس مخصص للبروكسي، ولكن الفاير وول بيقدر برضو يقول لك ان هو يقدر يعمل الحاجات بتاعت البروكسي والكلام ده كله، زي الاكسبليسيت بروكسي والامبليسيت بروكسي. الفرق بين الامبليسيت بروكسي والاكسبليسيت بروكسي، الامبليسيت ان انت بيبقى عندك حاجه اسمها ترانسبيرنت، شفاف، المود بتاع البروكسي شفاف، يعني الكلاينت او اليوزر مش عارف ان هو طالع عن طريق البروكسي على الانترنت. يعني الراجل ده لما بيطلع على الانترنت هو مش عارف ان هو طالع على الانترنت من خلال البروكسي، فده الترانسبيرنت. اما الاكسبليسيت بروكسي لا، هنا اليوزر عارف ان هو طالع على الانترنت من خلال البروكسي، وساعتها انت بتقول له حط الاي بي والبورت بتوع البروكسي عند اليوزر بحيث ان هو يقدر يطلع على الانترنت من خلال البروكسي. طب البروكسي ده هيفيدني في ايه؟ البروكسي ده بيعتبر بيزود لي السرعه عندي، لاني انا هنا اليوزر لما بيروح يكلم ويب سايت يعتبر هنا الويب سايت ده بيبقى متكايش على الفورتيجيت، لان انت بتفهم او بتفهم الفورتيجيت ان هو هيشتغل از ابروكسي او هياكت از ابروكسي.
فهنا اليوزر بدل ما يروح مثلا للفيسبوك ويطلع على الانترنت ويدور على الفيسبوك، لا هو هيرمي الترافيك بتاعه على مين؟ على الفاير وول. الفاير وول هياخد بقى الحاجه او الريكوست اللي جاله من اليوزر ويطلع هو يروح للفيسبوك ويرجع له لليوزر تاني. فهنا انت بتفهم الفورتيجيت ان هو بيأكت از ابروكسي. طبعا الدياجنستكس دي حاجات خاصه بالترابل شوتنج، بحيث ان هو يقول لك ايه هو البيست براكتس، لو الرامات عندي فيها مشكله، الهاردوير فيه مشكله، مش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا حاجات يعني ايه خفيفه ان شاء الله. طيب انا كده عرفنا الاجنده بتاعت الكورس بتاعنا هتبقى عباره عن ايه. طبعا احنا عايزين نعرف ليه اخترنا الفورتيجيت زي ما قلت لكم عن اي فاير وول اخر. ده هيخلينا ان احنا نروح هنا للجارتنر ماجيك. يعني لو جبنا كده الفاير وول جارتنر ماجيك 2021 مثلا، تعالى ناخد الصورة دي مثلا نشوفها كده. بص كده خلي بالك معايا، انت عندك هنا في الليدرز دول الناس اللي هم التوب فاير وول على مستوى العالم، تمام؟ بص لو خدت بالك مين المصنف من ضمن الليدرز، بالو التو وفورتينيت يعتبر دول اقوى اتنين في السوق. بعدهم بقى بيجي سيسكو، وبعدهم تشيك بوينت الاسرائيلي وهواوي وسوفوس وفورس بوينت والكلام ده كله. فده ان دل على شيء يدل على ان فعلا فورتينيت مصنفه من ضمن الاقوى او من الاقوى فاير وولز على مستوى العالم. طب ليه احنا ما خدناش بالو التو، او ليه ما شرحتش بالو التو ودخلت في الفاير وول فورتيجيت اللي هو تبع فورتينيت؟ خلينا متفقين في البدايه، من البدايه يا شباب، ان الكونسبت واحد، سواء بالو التو سواء فاير وول فورتيجيت تبع فورتينيت او سوفس او اي حاجه، الكونسبت واحد او التارجت بتاعي واحد، تمام؟ ولكن هو بيختلف مثلا من الناحيه بتاعه المانجمنت انترفيس. يعني انا بفضل عن نفسي من حيث المانجمنت الجرافيكال يوزر انترفيس بتاع الفورتيجيت افضل من البالو التو، وسهل في التعامل عن بالو التو، فعشان كده اخترنا الفورتيجيت فاير وول. وعموما لما تتعلم الفورتيجيت فاير وول هتقدر تتعامل مع اي فاير وول اخر، سواء بالو التو او تشيك بوينت او حتى اي اس اي تبع سيسكو او سوفوس او فورس بوينت، تمام؟ طبعا كده احنا عرفنا الاجنده بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه، وان شاء الله باذن الله ده الكورس بتاعنا اللي هنقدمه لحضراتكم. وفي بامر الله زميلي مهندس رجب هيخش ان شاء الله معاكم علشان يوضح لكم الاجنده عن كورس الاف 5، بحيث ان شاء الله الناس اللي حب برضو تنضم في الاف 5، لان الاف 5 موضوع مهم جدا جدا جدا، هو هيكلمكم فيه بالتفصيل ان شاء الله، ويعرفكم برضو الكورس بتاعنا هيبقى عباره عن ايه، والسيكونس بتاع الكورس عباره عن ايه، والكلام ده كله. أشوفكم إن شاء الله على خير المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.